كي تسمع انه مقاول تابع شركه من الشركات التونسيه شدوه سارق 500 كيلو نتاع اسلاك نحاسيه، شنو تقول؟ والله هي حاجه عاديه يعني، فهمتني؟ ناس سرقت البليارات، خلي عاده باش يسرق اسلاك نحاسيه، ولا تعبد سرقوا الاعضاء، معاه مش سرقوا النحاس. عبيد تسرق في الاعضاء، تمشي خويا تعدي سبحان الله يشوفوك زوالي محتحت مرا كبيره ولا رجل كبير ولا سفوار، لا عندك لا ام لا ابو، عادي نحو لك كل ولا نحو لك، فهمتني؟ قطعه من بدنك، حاجه عاديه ذي. وراو تونس بطبيعتها السرقه ماهيش باش تنحى يعني، فهمتني؟ علاش؟ على خاطر ما يعني من قبل السرقة مش من تو، فهمتني؟ الشعب التونسي عايش على السرقة، ما يسرقش ما ي... فهمتني؟ مانيش نحكي يعني سرقة تليفونات ولا هبط على دار ولا ثم عبيات تسرق في الإدارات، فهمتني؟ ولا شوية منا شوية مغادي. علاش؟ على خاطر تلقى سالير وما عادش يكفيه، ما عادش ينجم يخلص الكريم، ما عادش ينجم يخلص الضو، ما عادش ينجم يخلص الحليب الكوش، فهمتني؟ ولا يتلز باش يسرق بنوعية أخرى، فهمتني؟ ولا هو يحسبها تدبير راس ولا، فهمتني؟ ولا وهي سرقة يعني، سرقة في سرقة. صحيت ناس الكل تسرق، والله العظيم مخزر لي 90% من الشعب التونسي كله يسرق، 10% أو كي يخدموا ضمير على الأخر، 90% كلها تسرق. أنا أقول ما هوش ولد أصل، خاطر هو ربما ما عطاوش حق. يشوف فيهم دموع مدامة؟ اي نحس على تونس، صدقني. علاش بكيت؟ نبكي خاطر على بلادي، نخاف معناها تصير لهاش كيما حاجة تخلي. نبكي على بلادي، صدقني. قول أنت بلادنا عزيزة وغالية، ما تستاهلش اللي صاير هذا. ما نحب لها كل خير. نحب كيف نهبط أنا في أمان. تقول انت يلزم توا نحافظوا على المؤسسات نتاعنا ونقصوا السرقه ونقصوا، توا يلزمنا نقفوا لها بلادنا، توا يلزمنا نقفوا لها بلادنا، وشكون الكل شوي شويه، ويلزم زاده فما شكون يقف عليه، يلزم الجيل تقف عليه. هو ساعه قبل كل شيء كي تخدم على مؤسسه عموميه وتبدا مثلا الفورنيتور مش عليك انت، مثلا تبدا على المتر دوفراج، على مولى الخدمه، اش يعطيك؟ يعطيك الحوايج ليميتي قد. مثلا انا مثلا خدمت في وقت من الاوقات مع لوناس، يقول لك مثلا عندك 1000 متر وحلقوم، تاخذ لك ال 1000 متر وحلقوم واللي يفضل ترجعه، خاطر علاش؟ بعد ما تكمل الخدمه عندك عندك مترور يقيس لك شنو اللي خدمت. بالنسبه للمتاع ستيك كيما ينجم يكون صحيح كيما ينجم يكون غلط، تعال نفسر لك علاش. لانه يعطيو الكونتيتي قداش باش ياخذ، قداش باش يتكلف، قداش يلزموا لينيير، قداش يلزموا متراج، قداش يلزموا كابلاج، قداش نورمالمون الديفو مش منه هو، من اللي زودوا باللي كابل هو تلقاه اللي فساد منه هو مش من المقاول. احتمال المقاول كي باش يلقى حاجه هكا زايده وحاجه كذا، ما نتصورش باش ما تقولش ندافع على مقاول. انصر اخاك ظالما ومظلوما، هكا ولا؟ اذا كان يبدا مظلوم مش تنصر، ما كبدا ظالم رده عن ظلمه. هني منطلق الزميله هو اللي يتكلم. لا لا لا، ردوا عن ظلم، انا نحكي لك بصفه عامه، انا ما قلتلكش ان فلان، كي جيت نعرفه ممكن نجم ندافع عليه، اما نحكي لك بصفه عامه كومون ساس في، كيفاش معناها تكون. يصير السيد هذايا هو حاله، هو عينه من المقاولين، ماهوش المقاولين كلهم هكا. فمش ثقه في المقاولين، فمش ثقه في البلاد، فمش ثقه في اللي يخدموا في البلاد. جست حنصلحوا معلومه، المقاولين مش الكل بيان سور، فما الباهين وفما اللي يخدموا امورهم واضحه، نحكيو على حاله الشاذة ذوما. اوكي فما موجود في كل بلاصه، فما تو انت جبت على ستيك، فما في كل شيء، في اي مؤسسه حتى في القباضه فما. ما عادش امين في حد شيء، ما عاد في امين. انا تو عندي تليفوني مكسر، مانيش عارفه شكون باش نزلوا نصلحوا. هذا تليفون ما عادش عندك ثقه؟ ما عادش ثم ثقه، ما عادش. مادام مقاول بيان سور ما نعمموش، خاطر فما برشا ناس شرفاء تخدم بالحلال وامورهم واضحين، نحكيو على الناس هذوما احنا، للنوعيه هذه اللي يمد يده على المؤسسه او الشركه اللي هو يسترزق منها ويخدم فيها. شو رايك؟ سارق يسرق 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 في احلام العباد، ويسرق في مال العباد، ويسرق في كل شيء. ما عندوش باش يخدم، ما عندوش باش نقصد يعني، ما عندوش غلال المعيشه وغلال البلاد، كل شيء غالي تو، وزيد المشغل اللي يشغل فيه مش يخلص يعطي فيه في حق. هذاك علاش هو يتلز باش يسرق. كي تقول يتلز وكأنك تبرر معناه باش مش مبرر باش يسرق، خاطر ضد السرقة. جم السرقة أخلاقيا ممنوعة، بالقانون ممنوع، كل شيء ممنوع. ما نحبش السرقة ذي، ما نحبهاش.
اما ماذا بي يعني حتى المشغل لازم يراعي ظروف يخدم عندي يعني يخدم في مؤسسه ومسمار في حيط ويخدم في شهريه يعني جد الزياده يعني كل عام كل بعد 3 شهور ينجم يزيدوا حتى 100 فرنك حتى 200 فرنك هكاك يتلزل الخدام ما يسرقش فهمتي ناس شو نقول لك احتياج ربما عندهم افكار مختلفه فهمتي في 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 برشا حاجات سامحني من نجمش انت ما نجمش نجاوبك خاطر مش عايش لهنا نفسر لك العيشه اللي في تونس ما نعرفش ماكش قاعد تتبع مسؤول تتبع شويه برا من تسمع بالسرقات والحكايات نسمع كل شيء انت نشوف الاحداث عندكم سرقه في فرنسا موجوده كيما هكا موجوده فما حتى دي مينيستر شدوهم وحكموهم مينيستر اللي قال لك انا ما عنديش فلوس فانت في سويسرا ويقول حتى دوفون لو بريزيدون دو لا ريبوبليك فهمت يقول له انا ما عنديش وفي الاخر جاء واستعرف بعد ما شدوه كل شيء يظهر لي تعرفوه ربما شنو اللي يخلي موظف او منتمي لاي مؤسسه ما يسرق هو يخدم فيها يحتيش ديما قال لك اللي عنده دينار مضابير او اكثر ديما مش متززي تلقاها هذاك هو عنده ظروف عنده افكار في مخه يحب يعملها يحققها ما وصلش باش يحققها يا اخي انت موظف في تونس عايش ماهوش عايش وكانك مادام تقول الموظفين يمشيوا يسرقوا توا لا مش نشجع اما عندهم ناقصين ظروف العيش الناس كل تقاسي راهو كل موظف كل ما نعرفش كل اللي عنده كل اللي ما عندوش توا تونس بلادنا هذاك هو الناس كل غايره على بعضها مدام المؤسسات اللي نحكيو عليها نتاعنا نتاع بلادنا هذا هو معناه الاشنع معناه فهمت معناه انت باش تجي تطمع مثلا في اسلاك كيما هكا سي لو بيغ معناه اش مازلت تنتظر انت كان واحد موظف معناه اساغتان نيفو يخمم بالطريقه هذه معناه ما نلوموش على مسكين الزويلي اللي ماهوش يخدم البطال معناه يولي شيء مبيح معناها مبيح هذا هو هذا كل ولا تشريع معناه للسرقة كما قلت مش أنا باش نشرع السرقة هذيك حاجة حرام على الناس الكل أما معناها كي أنت زويل يشوف موظف يسرق يقول لك أنا شبيني حتى أنا نسرق كأنه فتح فرصة أو باب للناس الآخرين المنبرة صحيح هذا هو حوادث كيما هكا أو حاجات كيما هكا وحكايات كيما هكا قاعدين نسمعوا فيهم تقريبا ديما سواء كان في الشركات في المؤسسات العمومية بصفة عامة علاش؟ علاش؟ لانه احنا في انا محكي انا واحد من الناس مضرور ما نحكي لانه في الفتره الاخرانيه كي كنا نخدموا احنا مقال كيش كنا نخدموا مثلا كي نقدموا الحاكم يقدم ابيل دوفر شو يحط فيه مواصفات معينه اللي هي تكون انت عندك ان تريبون ريفيرونس عندك كاباسيتي فينانسيير عندك برشا حاجات توا في السنين ولات موان 10 كي ولات موان 10 باش يعمل معناها موان 10 معناها كيما نقولوا احنا كي تحط انت طلب عروض ما عادش ياخذ الميو معناها الاحسن عطاء يولي مع الشروط يولي يعطي الارخص مثلا انت حط مليار في الشانتي وجا واحد وقت اللي هو الاستيماسيون معناها التقديرات نتاعك اللي هي مليار تجي انت مثلا تقول اي مليار نقص شويه ما تنساش ناخذ المقابل اما كي يجي يحط لك 500 مليون سي نورمال باش تاخذ هكا تسمى لوموان 10 اقل سي نورمال كي يبدا واحد اذا كان عجبك رخصه لا واحد نصفه ايش تولي يعمل على الترافيك ويعمل باش يرشي ويعمل كذا باش يتمم الصفقه وساعات ما يتممهاش يمشي على روحه لكن هذا لا يبرر انه الموظف او المنتمي للمؤسسه يسرق انت ايش عملت لو كان انت مثلا وفرت الاسباب نتاع النجاح الكل هذا كله ما يصيرش مثلا تاخذ مقاول باهي تعطيه بسعر باهي باش هو يربحك المقاول خاطر في جرده خدامه وتكون مثلا قدوه للناس الكل ما يصيرش هذا الكل المؤسسه نورمالمون هو يحافظ على مورد رزقه ويحافظ على علي قليل ما عادش النزاهه شكون هذا اللي يخدم لك بضمير ويخلص معناها هذا ما نحكيوش على الرشاوي وعلى الحاجات الاخرين ما نحكيوش عليهم هذوك معنا نغزروا ومغطينا مطفين الضوء اما قلت لك ما عادش تلقى الضمير ما عادش تلقى النزيه ديما فما حاجات سبليمونتي قاعده تصير الضمير كيفاش تقتله انت الضمير تقتله كي تضغط عليه ما هو اللي باش يفد الضمير يصحى مريره اثنين ومن بعد يمشي في مع الناس الكل
شو تحب؟ تحب شو تحب انت المجامله ولا تحب الحقيقه؟ نحب الحقيقه. انا مثلا نحكي على روحي تحب ولا نحكي على بصفه عامه؟ قول لي انت مقاول، ضغطوا عليك مسيو صراحه. انا مستحيل، انا ديجا عندي ان ريفيرونس، خادم على البلديات الكل وكذا، جو سوي ان ريفيرونس، بغير نشكر روحي، الحمد لله من فضل الله. فاش شغل ما نغلوش انا؟ كنت تحكي على الاغراء. ربي خلقني بالكدا، خلقني مزيان وخلقني كذا، فاش قابل نتغرى؟ وعندي وعائلتي وسامحني وعائلتي لاباس، وتخلقت في بيئه طيبه، ما نتغراش انا. نتغراش شكون؟ ان شاء الله هما اللي يعني. احكي لي على الاغراءات. انت تحكي بصفه عامه، ماكش تحكي بصفه خاصه، احكي لي اسالني انا، نقول لك انا شنو نجاوبك على روحي، خاطر كي باش نجاوبك على روحي نولي نجامل في روحي ونولي نغلط في روحي، وهذا ماشي ريفيرونس. المقاولين اللي ما تقلقهمش الاغراءات وما تحيرهمش. حتى تعرف والله كي تبدا ما قلقنيش الحمد لله. اذا كان مدام هذا يسرق وهذا يسرق وهذا يسرق، شوف شو يبقى في المؤسسات نتاعنا. البلاد سي باش تفرغ، كي يخرج لك مسؤول ويقول لك راهو بلادنا فرغت، راهو مش غلط، راهو بالحق فرغت. كي يقول لك ما عندناش ميزانيه، ما عندناش باش نصلحوا، ما عندناش باش نقدوا، ما عندناش، ماهوش يكذب على خاطر عارف فما اللي تحته، فما اداريين، معناها مش الكل كما قلت نزو، فما اداريين وفما موظفين اخرين قاعدين اختي دوروا في ايديهم، فقاعدين يسرقوا في الدوله، وهذا معناه نورمالمون يخرج في قانون والناس تتحاكم، وهذا هو اللي نطلبوا فيها احنا، هذا هو اللي طالبينه من الدوله، باش الناس الكل تخضع للقانون. تخضع شنو معناها؟ واحد يسرق ويختلس ويفسع زاده ويهاجر، ومن بعد يقعد 5 سنين ويتيحوا الأحكام ويرجع فرحا مسرورا. ماهوش قانون هذا سمحت، كي ما يتحسبش لهنا في بلاده تسرق دولتك اللي انت عايش منها ومورد رزقك عليه. يا اخي مفهم عائلات اخرين راهو عايشه، مش كان هو. انا ما نشجعش على السرقه، راه ما نحبش، ماذا بينا يعني ما نسرقوش، نخدموا بقلب ورب، ما نبخلوش على الخدمه، نخدموا حتى نقعدوا بعض الوقت عاجي، نخدموا سوية زايدة، ما عنديش حتى قلق. أما المشكلة أن البلاد تعال تشوف في البلاد كيفاش كل شيء زايد، كل شيء غلاء والكوا. إي غلاء المعيشة ما نقاوموش بالسرقة. إي ما نقاوموش بالسرقة صحيح. أما زيادة حتى المشغل اللي راعي ظروف، علاش ما يزيدش الخدامة نتاعو بشيء؟